طبعا كابتن حسين يا جماعه عشان اللي مش عارف، اللاعب الوحيد اللي في العالم اللي لعب في دوري ابطال اسيا وحقق انجاز فردي وانه كسب مركز تاني، ولعب في دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي وكسب كانجاز فردي برضو مركز تالت. بس النهارده انا بلعبه هنا، وانا الراجل بتاعي ده هيوديني بدايه ان شاء الله. انا عارف ما تصغرنيش وسط الناس دي، انا ليا جماهير هنا برضو. خلي بالك انا كمان، انا عايز اقول لك اللي قاعد جنبي هو اللي بيلعب مش اللي هو عمال يقول سوو سوو مش عارف والدك وحالته حاجه. طوي عليك، عايزك تزعله زعل. بص ماشي بتنكد عليه، وحياه اغلى حاجه عندك يا اخي هتفرحني يا جدع. اكسب ثواب يا اخي ومشي فرحان. انا بادئ من والله. انت بتسقف لعب فتحه وبيدافع كابتن حسين. الراجل ده على فكره لعيب، ولو في اي مركز الفريق خده معاك الله يخليك. لعيب فين بالظبط؟ شكله لعيب جامد، انا مبسوط منه. خلاص تاهل معانا، انا هاخد صاحبه عشان بيسقف لي. يلا اهو يلا اهي ها 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 يا مرزا يا مرزا. لو جيت هنا ضربة جزاء ايه؟ ضربة جزاء يا كابتن هيك يا ولد يا ايش اللي بتعمله ده؟ انت بقى عامل بتنور وانت جايب الجول. الحظ ليس معاك يا ولد. الشاشه فوق. ضربة جزاء. لا لا هو كده هيخسر. اعمل حركات. برافو. مين اللي كسب؟ مين اللي جاب؟ اه سكت ليه يا عادل؟ نفس الشمال نفس الشمال شمال. ايوه لا ايوه سيب له واحده. سيب له واحده. برافو عليك. يلا يلا اتحرك اهو. حسين الصوت دي هيكسب. ها امسك يمين 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 يمين.